تختلط الأصوات هنا، وإن كانت جميعها توحي بشراسة تلك المعارك التي لا تهدأ في أرض تعز، فما تزال في هذه المحافظة الصامدة أنفاس تكفي أبناؤها لمواصلة طريق المقاومة واستعادة الدولة اليمنية، حيث اندلعت مواجهات في أحياء الدعوة والزهراء والصفا وكلابة. أما في جبهة الأقروض فقد دفعت ميليشيا الحوثي والمخلوع بتعزيزات من ديمنة خدير للتسلل منها نحو مواقع الجيش والمقاومة هناك، ما أدى لمواجهات عنيفة، فيما سيطرت قوات الجيش والمقاومة على مواقع تتمركز فيها الميليشيا في حيفان بعد مواجهات قتل فيها 3 من أفراد الجيش والمقاومة وأصيب آخرون. قيادة التحالف كانت قد قامت بتسليم جبهة حيفان لقوات اللواء 35 بعد استكمال تطهير مناطق المصراخ، لترسل قيادة اللواء كتيبة من قواته العسكرية نحو الجبهة، وكما هي العادة ردت الميليشيا على هزيمتها في الأرض بقصف عنيف بالأسلحة الثقيلة على حي الكمب من مواقع تمركزها في القصر الجمهوري. طائرات التحالف قصفت مواقع للحوثيين في مناطق تلة الخزان وحدائق الضباب وجبل هان، كما استهدفت مواقع تابعة لمنطقتي الأصفر والشعيرة في مديرية الوازعية غربي المدينة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا. هكذا إذن تتكرر المواجهات في تعز بشكل شبه يومي، وبين كر وفر تتنوع الاشتباكات في انتظار الحسم الكامل بالمعركة الكبرى التي ما تزال على ما يبدو بعيدة حتى الآن.